قالت البت دي كده جابت البسكويت وحطت البسكويت كده تحت وحطت فوق المارشميلو وقفلت عليه البسكويت ودخلته الفرن وطلعته بقى ايه بسكويت بالمارشميلو. فانا بقى لسه صاحي من النوم وقلت والله لا اجربها، رحت جايب البسكويت والمارشميلو ويلا نعمل بسكويت بالمارشميلو. هنجيب البتاع اللي احنا هندخلها الفرن يعني، وتجيب اي بسكويت عندك. البسكويت ده كان عامل 2 جنيه بالظبط قبل غليه والاسعار، بعد غليه والاسعار مش عارف بقى بكام بصراحه يعني. بس ايه يا رب ما يكونش متكسر لان احنا مش عايزينه متكسر. بس كده تمام، ده شكل البسكويت. ممكن تجيب اي نوع بسكويت انت عايزه يعني. ونفرشه كده هنا، وده كده بقى شكله تمام. ونجيب المارشميلو، مارشميلو عادي خالص مش لازم تستغلى بقى وتجيب الغالي وكده، لا انا جبت العادي خالص اللي موجود في اي سوبر ماركت. نفتح بقى ايه المارشميلو كده، وتحاول بقى ايه تحط مثلا 2 في كل واحده علشان تشد بقى. حط الالوان مع بعض يعني، الاصفره مع الاصفره والاخضره مع الاخضره، دي ازرقه نحطها مع ازرقه تمام. حطينا كده 2 في كل واحده بسكويت، نقفل بقى البسكويت بدي نحطها بس كده من فوق ونضغط بس كده شويه لحد بس ما تثبت، وبعد كده نحطها بقى ايه في الفرن. تعالى بس نخلص دول الاول. ولا يا ولا تمام، عمل معايا 4 بسكويتات بالاثنين مارشميلو والبسكويت يعني. ده كده الشكل بتاعه، بسكويت 2 مارشميلو بسكويت. نحطهم بقى في الفرن لحد بقى ايه ما يسيحوا بس كده شويه ونرجع لكم. يلا بينا. تمام، قعدت بس كده في الفرن بس ساحت شويه، سخنه جدا جدا. تعالى مثلا نمسك اي واحده، شايفين الشكل من جوه عامل ازاي؟ شايفين الشكل؟ تعالى كده بقى نقطم ونشوف. يا الله السخنه سخنه يا ولا، ايه الحلاوه والجمال ده؟ شايفين يا جدعان بتبص من كل حته حرفيا. تعالوا ندوق بسم الله. بصوا 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 بتبص من كل حته حرفيا. شايف الشد والحلاوه، شايف الجمال والطعامه، تجربه حلوه جدا جدا. وطعم على فكره البسكويت مع المارشميلو بوم، جربها هتعجبك جدا جدا. وشير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 اقرب وقت. وانستجرام هنا عشان بنعمل هناك محتوى جديد بقى والكلام ده كالعاده. دوس يا كوتش، سلام عليكم.